راضية ابن الحلال، أنا أرضيه في قلعة وادرين وعلى أطراف النفود. هل أرضيها أنا ورثتها عن جدتي الله يرحمها وناسيتها من مبطي؟ وشلون لقوها؟ شلون لقوها؟ حبيبتي هذولا شغلهم كله إلكتروني، ما يفوت عليهم شيء. هشلك لهم الأرضي في قلعة وادرين. ما يعترفون بهالكلام، وألغوا طلبنا وسب أرضك أنت وجدتك. لا يا حبيبي، لا ترمي بلاويك علي أنا وجدتي. هذا الكلام الصحيح، لولا أرضك هالمخيسة هذه كان حنا الحين أمدانا نخلص معاملتنا وكلها سنة ولا سنتين ومستلمين البيت. شف يا راشد، موضوع البيت هذا مسؤوليتك أنت، أنت الزوج وأنت اللي لازم تدبرنا. ما يكفيني أنا متحملة هالشحطة ذي كل يوم من بيت البيت أنا وعيالي؟ اسمعي، لا تكثرين البربرة، تراي مقهوة من اليوم الصبح وصل معي هنا والسب بهالأرض. شوفي لك أحد تنقلين الأرض باسمه، عمك، خالتك، خالك، خلصينا منها. أنا اللي مقهورتن أكثر منك، أجل حاطني في ذا الشقيقة بعيداً عن دوامي، حتى السواق اللي أنا اتفقتن وياه انحاش وخلاني. يا سلام، يا سلام، تراني صاير سواق لكي، أوديكي وأجيبك، وسواق البزارينك أوديهم مدرسة وأطلعهم، ولا أرجع لدوامي إلا متأخر ساعتين كل يوم. لا تنفخ علي. أبنفخ وبكيفي، أبنفخ، مزاجي أنفخ، عندك شيء؟ تنفخ على نفسك مو بعلي انا. انفخت عليه مره ثانيه والله بروح بيت اخوي. جتني فكره يا بنت، استريحي. وخر، استريحي، وخر عني. ايش رايك تزعلين صدق وتروحين انت والعيال تضفين عفشك انت وياهم وتقعدين ببيت اخوك؟ بيت اخوك اقرب من شغلك واقرب مدارس العيال، وفيما احنا نكسب لنا يومين ثلاثه اسبوع اسبوعين ان شاء الله شهر نكون شفنا ان صرفه مع حتى السواويك ويدبر شغلك. يا انتهازي، في حته في ذي تبي تستغلها؟ انا انتهازي، انا فعلا انتهازي. طيب وبشرك يا طول عمر، بعنا أرض زوجتي، بعناها على أخوها الحمد لله، وهذا يا طول عمر الصك أبشرك. من أنت؟ ومن أرض وما أرض؟ فاضيلك أنا جاي أزعجني وتشوفني قدامي هالمعاملات كلها وتقول لي أنا مين؟ أنا راشد. ها؟ أنا راشد اللي جيتك وقلت أبي هذا أقدم وقلتوا لي لا ما تصلح لأن عند زوجتك أرض. ايه كالارض اللي بقلاعي وادرين في تغيلب الوجعان. تغيلب ايش؟ الوجعان. يا راشد انا يا اخي راشد ما يدع الغفله انت.